في الرواية قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أخبركم بأبعدكم مني شبها؟ النبي ما يتكلم عن الشبه الخلقي، الكلام عن الشبه الخلقي، يعني في السلوك في العمل. وإذا النبي صلى الله عليه وآله الله وصفه وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك إن أداة توكيد، لعلى اللام توكيد، الله ما يحتاج كلامه إلى توكيد، لكن يريد أن يركز الفكرة أن الخلق العظيم هو سيرة النبي صلى الله عليه وآله، ومن يبتعد عن سيرة رسول الله فليس بصاحب خلق. ألا أخبركم بأبعدكم مني شبها؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: الفاحش المتفحش البذيء. يعني أول نقطة ترتبط باللسان، هناك من يكون لسانه ينطق بالفحش، يعني الكلام المستقبح، ناس ساعات أصدقاء ما يفلت على صاحبه إلا الكلام الفاحش. عندنا من المحرمات في الفقه الكلام الذي يستقبح ذكره بين الناس، مثل كلام العورات وما يرتبط بها، في ناس عادي عندها الكلام، ساعات تسمع أبي خاطب ولده بهاللغة وهو طفل، ساعات الجد يجي واحد يقول لك: يا شيخ أنا ساكن يا والدي، هو يتأدي من الوالد، يتأدي من الوالد، قال يكلم أولادي الصغار بكلمات وسخة. زين أنا أنصح أبوي، أقول لأولادي ترى جدكم غلط، كلها يا أخوي ضيع، يعني كل ما أحاول أرجع الموقف ما قادر. فالنبي صلى الله عليه وآله يقول: الفاحش المتفحش اللسان وسخ، هذا رقم واحد في البعد عن رسول الله. طبعا الله في القرآن يقول: وقولوا للناس حسنا، قل لعبادي يقول التي هي أحسن. النبي صلى الله عليه وآله مو فقط ما يقول فحش، إذا واحد أو مدينة اسمها اسم مو طيب مو جيد، يقال أن النبي يبدل الاسم، يجيب اسم بالعكس، هذه يثرب سميها طيبة. فالنبي ليس فقط لا يقول فحشا، بل يصحح ما هو متعارف ويعطي ما هو أحسن. البذيء، البذيء ساعات مو فحش، ساعات سباب، ساعات انتقاص، هذا تقول لسان بذيء وش لك بلسانه هذا الحين يجرحك، ما بيقول كلام فحش بيجرحك. فالبذيء أيضا مرتبطة باللسان، النبي يقول هذا اللسان بذيء بعيد عني تماما، ده رقم واحد مرتبط باللسان. البخيل، البخيل يعني شنو؟ البخيل يحب روحه والكريم يحب روحه، بس هذا فلسف خيره في البخل وذاك فلسف خيره بالكرم والأخلاق الحميدة. أنا إذا معلوماتي خطأ أرى أن الخير في المال فأجمعه يتراكم عندي، بدل أن أرتاح بالمال أبذل راحتي لحراسة المال، فتشت فراغ القلب فوجدته في قلة المال، رواية عن إمام الصادق. فالواحد البخيل يقول: إيه أصير غني أحب روحي أنا، لا، حبك لنفسك كان بطريق خاطئ. ذاك الكريم لما أحب نفسه اتصف بصفات الكمال ومنها الكرم، والكرم ما ينقص الرزق، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير رازقين. الشيطان يعدكم الفقر، اللي يقول الكرم ينقص الرزق هذا الشيطان ونصدقه. ساعات الواحد بخيل مو من فلوسه، من فلوس غيره. في رواية أن الإمام علي أمر لفقيه أو لشخص بخمسة أوسق، قال لي واحد: يا علي يا أمير المؤمنين ترى هي وسق واحد يكفي، تعطي خمسة، لا كثر الله في المؤمنين من أمثالك، أنا أعطي وأنت تبخل، أنا ما عندي وأنت ما أنت راضي، شوف ما عندك. فالبخيل البوصلة عنده خاطئة، هذا بعيد عن رسول الله.
انجي بعد قال المختال يعني المتكبر. النبي هو قوم يفدون بالأنفس وشوف واحد دخل عليه مضطرب في محضر رسول الله، هون عليك إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، ترى أنا واحد منكم. علي بن أبي طالب اللي حكمة اليوم ينبهر بها القرن ورجالات القرن وحكماء القرن وهو رئيس الدولة، ومع ذلك يقول عنه أصحابه كان فينا كأحدنا، هو رئيس الدولة وهو الحكيم وهو المعصوم وهو حجة الله على الخلق، كان فينا كأحدنا. فالاختيال والغرور والتكبر هذا بعيد عن رسول الله صلى الله عليه وآله. الحسود، الحسود في واحد يحسد اللي فوقه، يقول شوف فلان الله عطاه بخير كذا، في ناس لا حسدهم راقي جدا، يعني حتى اللي أقل منه يحسده. أنا عندي لكزس ومستكثر على جاري عنده كورولا، عنده كورولا ما شاء الله، استعدك لكزس يعني أنت يعني أحي ما ضرت روحك راح تحسد حتى الأفقر منك. في ناس شديد يعني ينظر الآخرين حتى اللي أدون منه يحسدهم. الحسود شوف واحد من الصالحين يقول قرأت آية في القرآن فلم أحسد أحدا، شنو الآية؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم. يقول إذا الله يقول أنا اللي قسمت أعترض على الله؟ الله ما يقسم إلا لحكمة، أعترض على الحكمة؟ سحبت حسدي للآخرين. فالحسود بعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد القاسي القلب، قاسي القلب واحد تمر عليه الموعظة ولا يتأثر، يذنب الذنب ولا يحزن، تقول له حرام يضحك، تقول له يودي النار ابتسامة عريضة ما عنده فيها شيء. في مقبرة شاب متوفي ويحارس الجنازة وتعليقة نكتة رايحة نكتة جاية، متى يتعظ هذا؟ هذا قلب قاسي، هذا بعيد عن رسول الله صلى الله عليه وآله. آخر شيء قال البعيد من كل خير يرجى. تترجى فلان ما بتحصل شيء، أقول لك ما بتحصل، هذا ما يرجى خير أصلا، ما يندي، في تعبيرات عامية يقول ما يندي، يعني لا توقع منه خير أبدا. بعد الغير المأمون من كل شر يتقى، يعني لا تورط روحك بفلان، ترى هذا فاجر في الخصومة بيطلع روحك ما ينسى، وكل يوم بيأديك وبيترصد لك بدون سبب، هو أنت ما تأمن شره. هذا قريب للنبي، أو أن النبي بعد أن آذاه قومه حتى قال ما أوذي نبي كما أوذيت، هاي آذوه هو ساجد يرمون عليه المخلفات مشيمة وغير مشيمة وهو ساجد وفي بيت الله الحرام، وبعدين لما فتح مكة يسألهم عن ظنهم فيه، هل يرجون الخير؟ هل يأمنون شر النبي إن كان للنبي شر؟ قالوا أخ كريم، احنا آذيناك صح لكن نعرف منه خصمنا، نعرف صفاتك. فقال انت اذهبوا أنتم الطلقاء. فالنبي يرجى خيره من القريب والبعيد، ونحن نرجو شفاعته إن شاء الله. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.